السلام عليكم ورحمة الله. Intracellular accumulation هذه محاضرة الباثولوجي. Intracellular accumulation the accumulated substance falls into one of three categories. يعني لما يصير accumulation للمواد للsubstance حتى يعني شلون انه تتراكم او تتجمع بالخلية، وين تروح؟ هل انه التجمع مالته يصير عشوائي؟ هسه نعرف وين تروح. Number one, a normal cellular constitutes accumulated in excess. For example, عندي مثل الليبيد، البروتين، الكربوهيدرات، فهاي وين تتجمع؟ in excess. In excess مثل عندي ليبيد، بروتين، كربوهيدرات. اوكي زين، هذا النورمال سيلولار كونستيتوت اكيوميليت ان اكسس. ان اب نورمال سبستانس ذاتس برودكت اوف اب نورمال ميتابوليك باث واي. وبعد عندي بيجمنت. بيجمنت البيجمنت يعني شنو؟ مثل هاي المواد مالت التصبغ، مثل عندي شنو الإزنوفيليك ستين، والبعد شنو الهيماتوكسيلين، هاي مالت التصبغ البيجمنت. فهاي الحبيبات الصبغية مثل عندي for example a colored substance. تمام، فهسا كم أنواع المواد اللي حتتجمع؟ normal cellular مثل عندي ليبيد، بروتين، كربوهيدرات. يعني هسه مثلا يصير ميتابوليزم للخلية وحد بيها يعني تستخلص انرجي وكذا، لكن عندي تبقى مواد زايدة حتى تخزن الخلية. مثلا عندي وين يخزن؟ بالليفر. اي فتخزن على شكل اللي هي الليبيد، بروتين، الكربوهيدرات. هاي اول نوع من المادة اللي هي النورمال سابستانس. النمبر 2 an abnormal substance mentigene اللي هي تنتج من الابنورمال ميتابوليك باثواي. اوكي مثلا عندي هذا بال شنو لما ماكو اكسجين فتتحول التنفس مالت الخليه من الايروبيك للانايروبيك، مو يصير ينتج لاكتيك اسيد. هذا اللاكتيك اسيد يعني هل هو شيء طبيعي؟ لا مو طبيعي، لانه من الانايروبيك. هذا يصير بحاله النكروسيس وهاي السوالف. اوكي فهذا يجينا من الابنورمال ميتابوليك باثواي. وبعد عندي البيجمنت هذا النوعيه الثالثه اللي هو الكلر سابستانس. اكيوميليشن از ايذر شلون يصير الاكيوميليشن؟ اما يكون هارملس بدون يعني انه غير مؤذي، اور سيفيرلي توكسيك تو ذا سيل. اما يكون هارملس او يكون سيفيرلي توكسيك تو ذا سيل. مثلا هسه بدون الليبيد وبروتين، خلينا ناخذ ابسط مثال للدراج. لما شخص ياخذ دراجات، اذا ياخذ دراج بالمستوى يعني انه بالمستوى المطلوب منه حيعطيني ثيرابيوتيك افكت وهاي، لكن لما يزداد انه ياخذ مثلا هو المفروض ياخذ مرتين باليوم، هو ايش كثر ياخذ؟ 4 إلى 5 مرات. هذا راح يطل الإفكت لكن يصعد فوق الإفكت. هذا شنو؟ توكسيك، يصير توكسيك، راح ينخزم بالجسم. فهذا شنو يعتبر؟ يعتبر من التوكسيسيتي، توكسيك ماتيريال. هذا ماتيريال أو سابستانس تنخزم بالجسم وتكون توكسيك، إذن هذا يعتبر من النوع severely toxic to the cell. أوكي؟ وعندي بعض الأنواع هارملس. زين الليبيد نفسه لما ينخزن بالجسم، أكو إذا راح وين الليبيد صار عالي بالليفر، هذا يعتبر هارملس؟ لا يعتبر توكسيك. يعتبر توكسيك إذا مثلا انخزن بالفيزلز على شكل غليسيرول، هذا هم يعتبر توكسيك ماتيريال. اوكي فهي نفس المادة اذا تكون يعني بالمستوى المطلوب هذا هارملس، واذا فوق المستوى المطلوب حتعتبر
severely toxic in the cell, nuclear or cytoplasm, يعني خزن وين بالنيوكيلار بالنيوكليوس or بالسيتوبلازم. Within the cytoplasm, the accumulated substance is most frequently within the lysosome. يعني هسا إذا أجي أقسم ال accumulated أو ال accumulation هذا شبيه خطة ما ليه صار زين إلى harmless يعني غير مؤذي وإلى شنو severely toxic أو toxic نفس الشيء إلى toxic. حطينا مثال زين لما يجي شنو يجي ينخزن المادة وين حتنخزن تنخزن within the cytoplasm or within the nucleus nuclear or cytoplasmic هاي عرفناها within the cytoplasm the accumulated substance is most frequently within the lysosome Creation of lipid تجمع الليبيد okay بالليفر راح يسوي فاتي تشينج this refers to abnormal accumulation of fat of triglyceride type within parenchymal cell when بالبارنكايما هاي نعرف البارنكايما parenchymal cell فهسه ناخذ الشكل من الفات اللي هو تريجليسيرايد واذا ناخذه يتجمع بالكوروناري ارتريز اللي هو الديز اسمه اثيروسكلروسيس يجمع هذا شنو هو كوليسترول قبل شويه اعتقد قالت جليسرايد او فشي لا هو كوليسترول التريجليسيرايد هذا وين يجمع بالبارنكايمال سيل اوكي بينما الكوليسترول بالكوروناري ارتريز زين اول بدايه حناخذ مثال اول تايب اللي هو تريجليسرايد وين يجمع بالبارنكايمال سيل از ان اكزامبل اوف ريفرسبل نون ليذل سيل انجري يعتبر ريفرسبل سيل انجري شلون يعني هسه هاي الخليه لما يجي يتجمع بيها هاي هسه عند الخلية يجي يتجمع بيها الليبد اوكي يتجمع بيها الليبد هذا لونه ما يبين هذا هسه يتجمع بيها الليبد بالخلية فمجرد انه انطيه فد دراجات معينة اسوي له تريتمنت الهاي هذا التشول هاي خلي اعالج يعني اذوب التريجليسيرايد اذوب هو الليبيد الفات نفس التسميه اللي موجوده within the cell هذا حترجع السيل للنورمال ليش مو ليش يعتبر ريفرسبل اوكي لانه مجرد انه اسوي له تريتمنت واخلي هذا الليبيد يروح يختفي الفات حترجع حترجع الخليه مالته وين للطبيعة فهذا شنو يسمى reversible cell injury اوكي زين هذا وين اشوفه بالليفر because of the central role of this organ in fat metabolism اي انه ليش اكثر شيء يتجمع الفات بالليفر لانه الوظيفه الاساسيه للليفر شنو يسوي يسوي ميتابوليزم ذلك كل شيء زائد وين يروح يروح ويصل لاكيوميليشن بالليفر تمام فري فاتي اسيد ار ترانسبورتد تو ذا ليفر فروم تو سورس وايضا عندي الفري فاتي اسيد اللي من جايتني من لمن يصير يعني يصير لايبولايسيز وهاي تجيني من الأديبوس تشو وتجيني من الانجستد فود من الأديبوس تشو
يعني هسه مو الأديبوز تيشو مثلا هو شنو مخزون بيه؟ مخزون بيه ليبيد. اوكي مخزون بيه ليبيد. ايش راح يجي؟ راح يصير لايبولايسز، مثلا الجسم يحتاج الى طاقه، شنو يصير؟ يصير لايبولايسز، لايبولايسز يعني تحليل او مو تحليل، تحلل للليبيد. اوكي فهذا شنو راح ينطيني؟ راح ينطيني فاتي اسيد، فري فاتي اسيد، فري فاتي اسيد. اوكي الفري فاتي اسيد وين يروح؟ يروح للليفر. تمام من الانجستد فود. هسه هذا الانجستد فود الطعام اللي دا اكله مباشر شنو راح يصير بيه؟ راح يصير بيه ميتابوليزم. هاي الميتابوليزم احد النواتج مالته شنو راح تنطيني؟ فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد وين تروح؟ تروح ايضا للليفر. اوكي فهسه عرفنا مين انه الفاتي تشينج مثال اخذنا عليها الترايغليسيرايد وين ينخزن؟ ينخزن بالبارينكايمال سيل. زين يعتبر الفاتي تشينج هو من الريفيرسيبل سيل انجر، يعني لما ينخزن الترايغليسيرايد او الفات بالليفر بالهيباتوسايت وين ليش بالليفر ينخزن؟ لانه هو الميتابوليزم تصير بصوره اساسيه بالليفر، لذلك كل شيء زايد حينحط بالليفر. زين الفري فاتي اسيد وين تروح؟ تروح للليفر، حيحصل عليها من مصدر تو سورسز اللي هي من الانجستد فود حياخذ مباشره يصير بالميتابوليزم ويعطينا فري فاتي اسيد يروح للليفر، وعندي من الاديبوز تشو مو يحتوي على فات وكذا، لما يحتاج الجسم الى انرجي حيسوي لايبولايسز يعني ميتابوليزم للمخزون لايبولايسز، والمصدر مالته هو لايبولايسز حينطينا فاتي اسيد ويروح الى وين؟ للليفر. زين الايتيولوجي ان ذا ليفر ذيز فاتي اسيد are استريفيد تو ترايغليسرايد، يعني هاي الفاتي اسيد اللي راحت فري فاتي اسيد سواء من اللايبولايسز او سواء من الميتابوليزم وين راحت؟ راحت بقت بالليفر، بالليفر ما تبقى على شكل فري فاتي اسيد، راح تتحول الى شنو؟ الى ترايغليسرايد. ان ذا ليفر ذيس فاتي اسيد ار استرفايد، يعني شنو يصير له؟ تتاستر. اوكي يصير لاستر تو ترايغليسرايد. In the liver, mild fatty change يعني اللي تكون شلون على الخفافي خفيفة. Mild fatty change show no gross change، يعني إذا كانت mild ما راح تعطيني gross change، يعني شنو؟ ما راح تعطيني في التغيرات ملحوظة. أوكي إذا كانت mild ما راح تعطيني تغيرات ملحوظة. Gross change يعني عيانية. هسه إذا أجيب ليفر وبي mild fatty change أشوفه عيانيا يعني grossly يعني بصورة عامة generally ما راح ألاحظ بتغييرات. No gross change but the progressive accumulation، إذا لا راح يصير عندي accumulation للفري فاتي أسيد اللي تحولت تأثرت وتحولت إلى triglyceride وانخزنت بالليفر. إذا صار له accumulation the organ enlarge and become increasingly yellow، حيصير شكله yellowish in color، هاي التغيرات ويصير soft and greasy to touch. يعني شون انه greasy to touch؟ يعني انه لما واحد يلمسه حيحس انه كأنه دهني. greasy to touch. اوكي هذا بالنسبة grossly، هذا grossly. بالنسبة للمايكروسكوبيك فيتشرز هسا عرفنا بالليفر حصل الليفر على الفري فاتي أسيد وعرفنا منين تأثر وتحول إلى ترايغليسرايد منخزن بالليفر. إذا كان إنه التراكم مالت الترايغليسرايد بالليفر مايلد فما راح أشوف جروس تشينجز، بينما إذا صار أجريفيشن للترايغليسرايد aggravation of accumulation triglyceride يعني
يعني انه زاد صار severity بالaccumulation of triglyceride، زاد التراكم مالت التريجليسرايد بالليفر. هذا شنو عندي؟ هذا راح اشوف تغيرات fatty changes بالليفر، انه حيصير بي enlargement. ليش؟ لانه دي يزيد بي اللبد، دي يزيد بي الفات التريجليسرايد، هو التغير يصير بي enlargement. ثاني تغير لما اشوفه عيانيا بسرعة ما حيصير yellowish in color. اوكي، ثلاثة شنو راح يصير بي لما ألمسه؟ يصير greasy to touch، greasy to touch. وبعد نسيت انه يصير soft لما اشوفه microscopic. microscopic feature in the early stage there are small fat vacuoles around the nucleus. هاي الخلية، هاي النيوكلياس، هسه هاي الخلية، هاي النيوكلياس اصغر، ما عندي النيوكلياس، هاي شنو يصير عندي؟ يصير عندي vacuoles، fat vacuoles around the nucleus. مو هاي النيوكلياس، هاي راح يصير عندي fat vacuoles. خوش كلام، هاي fat vacuoles، هاي امتى؟ بالearly stage، بالearly stage. زين، with progression the vacuole fuses together creating large clear space that displaces the nucleus to the periphery. هسه هاي اللي نفترض انه النيوكلياس بالبدايه وين موجوده؟ موجوده at the center of the cell وحوله fat vacuoles. بالتقدم لما يتقدم شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه هاي الفات vacuoles شنو تسوي؟ تسوي انه يعني شلون انه تتحد مع بعضها وتدفع لي النيوكلياس بروفرالي مثلا اللي نفترض انه هناية، وهاي تتحد، يعني شلون تصير اكبر هاي الفاكيولز. تمام، خوش كلام، اي هسه تدفع تصير اكبر، يعني سو سبيسز. زين، fatty change may also be seen within myocardial cell for example in ischemia and myocarditis. The latter may be seen as complication of diphtheria. تمام، زين، morphology of fatty liver لما يصير عندي fatty liver من يجمع بالترايجليسرايد gross appearance depend on severity. شلون يعتمد على severity؟ قبل شوية شنو سولفنا؟ ايش اسوي؟ اضيف بيج على مود نشخبط على راحتنا. هسه accumulation of fat or triglyceride in the liver depend on the severity. accumulation of fat or lipid or triglyceride fat in the liver depend on، على شنو يعتمد؟ depend on severity. شون depend on severity؟ يعني اذا كان mild fat or lipid accumulate in the liver هذا شنو راح يؤدي؟ راح يؤدي الى no grossly changes، يعني ما اشوف اي تغيرات عيانيا، يعني
تشوفنين بصورة عامة، مو أجيب الليفر أنظر له ببداية grossly ما أشوف. زين لمن يصير مثلا moderate، هو ما مذكور بس إحنا نذكره، moderate fat accumulate in the liver or within the liver. هذا شنو راح يعطيني؟ راح يعطيني moderate grossly changes. يعني حاشوف نوعا ما تغيرات وين بالليفر، بينما إذا كان عندي severe fat accumulation هو المفروض severe fat accumulation. Fat accumulation in the liver. Okay. شنو راح ينطيني؟ راح ينطيني grossly change. Grossly changes. اللي هي مثل شنية؟ مثل enlargement. Enlargement. Of liver okay ويصبح soft ويصبح yellowish in color وبعد شنو يصبح greasy in touch. Greasy in touch. تمام. هذا هسه النورمال. Normal to large size looks yellow and greasy when severe. Okay. Histology. هذا هسه grossly. Histology يعني بالمايكروسكوب شنو نشوفه. Fat accumulate in the hepatocyte as molecules in the cytoplasm. هاي قبل شوي رسمته. هاي. أول بداية مو النيوكليوس موجودة بالسنتر حتتجمع حوله على شكل فاج فوكيوس صغيرة، بعدين تتجمع سوا وتدفع هاي بروفرالي. نفس الشيء مايكروفاتي تشينج the wall cytoplasm is replaced by fat and the nucleus is pushed to one side of the cell. مايكروفاسكولار فاتي تشينج. هسه هذا النورمال، هذا الفاتي تشينج شنو دا أشوف بيه؟ دا أشوف إنه صاير enlargement ودا أشوف إنه صاير yellowish in color. هذا فقط اللي أشوفه أوصفه، لكن إذا أجي ألمسه soft و greasy in touch. أوكي زين هسه هذاك grossly، هذا بواسطة الميكروسكوب. إذا أجي مثلا على هاي الخلية، هاي هذا كله شنو صاير بي؟ مو هاي اللي صاير لونه تقريبا ابيض، صاير بيها اول شيء enlargement. اثنين اوصف السيتوبلازم، شبي السيتوبلازم صاير بيل. ثلاثة شنو يحتوي السيتوبلازم؟ يحتوي على فات vacuoles. اربعة اوصف النيوكلياس وين موجودة؟ هسه بالنسبة لها الخلية وين موجودة النيوكلياس؟ هاي موجودة بروفرالي، لأنه هاي شون يعني إنه الفاكيوز اتحدت مع بعضها ودفعت النيوكليوس إلى الوان سايد بروفرالي راحت. أما هناي هاي موجودة هناي. زين intranuclear accumulation of a variety of material can occur in response to cellular injury. Here is fatty
metamorphosis اللي هو fatty change metamorphosis fatty change of the liver in which deranged lipoprotein transporter from injury most often alcoholism هذا خصوصا وين يحدث بالكحوليزم lead to accumulation of lipid in the cytoplasm of hepatocyte In addition to fatty change, accumulation may involve cholesterol and its ester. الكوليسترول هذا وين يتجمع؟ يتجمع لي بالكوروناري ارتريز اللي مالت الهارت. الديزيز نسميه اثيروسكلروسيس within a small muscle cell and microvia that are located The intima of arteries اللي هو الاثيروسكلروز الكورونري artery within microvia and the acquired and hereditary hyperlipidemias in such cases the accumulation are usually seen within the subcutaneous connective tissue subcutaneous connective tissue of the skin and the and tendon producing masses known xanthoma نسميها xanthoma فهسه هذا عندي قبل شوية عرفت التريجليسرايد وخلصنا منه الكوليسترول هاش كلام الكوليسترول وين يتجمع بال مثلا بالسموث مسل سيل اللي موجودة بالانتيما located intima of the arteries هي coronary arteries مرض الاثيروسكلروسيس ويتجمع لي عندي مثلا الهايبرليبيديميا accumulate are usually seen within the subcutaneous connective tissue مالت السكين subcutaneous connective tissue حتى شنو ينتج لي زانثوما هسه هذا شنو اشوف هذا عبارة عن artery هاي الخلايا مو خلايا الطبقات مالته هسه هذا artery مقصوص اللي هو اللي نفترض الكورونري ارتري مو عندي انا الانتيما والتونيكا والادفانتيشيا فهو وين يتجمع بالانتيما هسه هذا عباره عن فات اللي هو كوليسترول اوكي اجي اوصفه this is mild coronary atherosclerosis mild coronary atherosclerosis mild ننتبه عليها If you scattered yellow lipid, plaques are seen on the intimal surface of the orbit coronary artery, transversing the epicardial surface of the heart. The degree of atherosclerosis here is not significant enough to cause disease. الاثيروسكلروسيس يعني هنا يكون not significant حتى يعني يكون not significant enough هو مو كافي حتى يسبب لي ديزيز يعني بعده بالبداية فكمية الفات كمية الكوليسترول اللي موجودة not significant enough to cause disease اوكي يعني وهذا من الزين انه هو بعده مو بالكمية الكافية حتى يسبب لي ديزيز يعني بعده خفافيات but could be the harbinger of worse atherosclerosis to come هسه هو ما يسبب بهذه الحالة لكن ممكن يصير عندي يعني إذا يكثر ويتطور atherosclerosis هسه هذا عبارة عن coronary artery شبي متجمع به الفات الكوليسترول بالنسبة لهنا هذا الجزء هذا شبيه هذا نورمال لكن هنا شنو صاير عندي thickness of intima ماشي ليش هسه هاي عندي هذا طبيعي لا هذا كله intima لانه متخزن بيه الكوليسترول زين هذا ليش صار عندي مثل التشققات هسه هذا لانه هو مو فات اوكي هو الكوليسترول مفات لمن اريد اجي احضر السلايد حامسحها بالكحول وهاي الكحول شنو تسوي حتذوب الفات لذلك يبقى لي المكان مالته مثل التشققات
the degree of atherosclerosis is much greater in this coronary artery. وبهاي عن هذيك الحالة راح تختلف لأنه هذا يكون greater in this coronary artery. And the lumen is narrowed. هذا اللومن مالته راح يتصغر جدا. By half. A small area of calcification is seen in the obliquo at the right. يعني هاي المنطقة at the right هي راح تظهر لي تجمع اللبد. زين الكوتينيال زانثوما. كوتينيال زانثوما قبل شوية لما قلنا انه يتجمع ليفر بالنسبة ترايغليسرايد الكوليسترول وين يتجمع؟ اما يتجمع بالانتيما مالت الكوروناري ارتري حتى تسبب لي اثيروسكلوروسيس او تتجمع بالساب كوتينيوس كونكتيف تشو بالنسبة للسكن. هذا وين؟ بالساب كوتينيوس كونكتيف تشو of the skin. Subcutaneous connective tissue of the skin. حتتجمع على مود شنو تكون لي؟ تكون لي الزانثوما. هاي الرابط الزانثوما are seen over the elbow. ممكن اشوف الالبو at the left and buttocks at the right. These yellow, هذا الالبو. These yellow papules may be seen in patients with hyperlipidemia. يعني لما يكون عندهم اللبد عالي صار عندهم hyperlipidemia ممكن اشوف هاي عندهم. The lesion gets their color from numerous lipid laden macrophage that are present in them. هسه خلصنا من accumulation of lipid. نجي على accumulation of protein. This occur principally in the epithelial cell of proximal convoluted renal tubule. إلى علاقة وين؟ بالرينال تيوبيول اللي هو proximal convoluted renal tubule. For example in case of بروتينيوريا. شنو معنى بروتينيوريا؟ هو بالحالة الطبيعية اليورين راح يكون خالي من البروتين لأنه جزيئات البروتين تكون لارج بالنسبة أنه تطلع من خلال الرينال تيوبيول لأنه البروتين جزيئات البروتين تكون أكبر من الرينال تيوبيول. هاي بالحالة الطبيعية. لكن أكو بعض الحالات حال الرينال تيوبيول حتسمح للبروتين أن يترشح من خلاله ومو هاي كبيرة جزيئات البروتين والرينال تيوبيول تكون أصغر فلذلك أنه نشوف بعض الحالات التبول الدموي ويا blood within the urine. اوكي هذا السبب. فبالحالات of protein urea زين. البلازما سيل. البلازما سيل these cells are actively engaged in the immunoglobulin synthesis اللي هو الانتيبادي formation and may become overloaded with its own product اللي هو الرسل بادي. هسا نتعرف على الرسل بادي. glycogen accumulation. Glycogen accumulation. Accumulation of glycogen within the cytoplasm is seen a clear cytoplasmic vacuoles. حتكون الفاكيولز اللي موجودة within the cytoplasm وتحتوى على الجلايكوجين الصفة مالتها انه تكون clear واضحة. PAS اللي هو البريودك اسيد شابرجانت ستين is routinely used for its demonstration appear as red to violet in color. يكون اللون مالته من الأحمر إلى البنفسجي. تمام.
الديابيتس ميليتوس كوز جلايكوجين اكيوميليشن وذين ذا ابيثيليال سيل اوف ذا ستيلرينال تيوبيول برودوسينج فيرتشوال كليرينج اوف ذا سيتوبلازم سيميلر اكيوميليشن اوكر ان ذا ستيل اوف ذا ليفر هارت اند ذا ستيل اوف لانجرهانز وذين ذا بانكرياس. فهسه لذلك انه مو اغلب الدايابيتس ميليتوس شنو يكون عنده انه ها والله عندي سكر وضرب الكلى مالتي اوكي، لانه هذا شلون يكون الجلايكوجين حيتجمع بكلير فاكيولز وذن ذا سيتوبلازم، وين الاماكن مالته؟ ممكن بالرينال تيوبيول ديستال رينال تيوبيول. زين هاي الرسل بادي هذا الأحمر اللي يكون لونه dark red in color، هذا أميل إلى الفايلت. هذا عندي الروماتايد أرثريتس. الروماتايد أرثريتس the connective tissue is vascular with numerous dilated small blood vessel اللي هو thin arrow هذا يعني مالت السهم، and its stroma is heavily infiltrated with chronic inflammatory cell many of which are mature plasma cell torsal bodies اللي هو هذا torsal bodies هذا thick arrow عندي هذا وعندي هذا وهذا وهذا يا هاي torsal body هذا وهذا thick arrow plasma cell with red stain cytoplasm are present. يعني انه شو يكون لونه؟ يكون لونه sorry يكون لونه dark red or red stain cytoplasm، هو اللون السيتوبلازم متلون باللون الاحمر يعني كله فاهم تمام. فما شنو موجودة؟ موجودة بلازما سيل with red stained cytoplasm. اوكي فهسه شنو عندي؟ بلازما سيل with red stained cytoplasm. بعد شنو عندي؟ بعد عندي هاي، هذا وين؟ بالكدني. هذا ياهو بروكزيمال، هذا ديستال، هذا الكولكتينج داكت. شلون عرفته؟ عرفته على اساس صفات الخلايا مالته. هذا يكون ارجولار ليومن ونارو، هذا يكون لارج ليومن. هاي الخلايا مالته تكون كيوبايدال وال شو اسمه كيوبايدال، وبعد شنو عندي؟ عندي النوكليوس واضحة ولارج، وبعد هذا يكون مور إيزينوفيليك، هذا راح يكون شوية بيل. أبروتيري أبزورشن دروبليت إن ذا رينال تيوبيول إبيثيليوم، ذا دروبليت آر كونتيند وذ بينوسايتيك باكيولز أند وذن ذا لايسوسوم. هذا بالنسبة وين؟ بالنسبة لل ليفر، لان عندي مالوري بادي الكحوليكس الكحوليك مالوري باديز، وراح يصير عندي فاتي تشينج اذا اجي على هاي الخليه هاي الخليه هاي هاي صار بيها فاتي تشينج، صار بيها انلارجمنت، صار سايتوبلازم مالتها بايل لانه حتحتوي على شنو؟ على فاتي بروكيولز، وحتدفع النيوكليوس مالتها بروفرالي. اوكي الكحوليك هايلين اللي هو ارو هذا also called mallory body، هذا شنو اسميه؟ mallory body.
المالاريا بادي اللي هو accumulation of، هذا بالمحاضرة السابقة يمكن ذكرت التعريف. المالاريا بادي هو accumulation of eosinophilic stain within the cytoplasm، لذلك يكون السيتوبلازم لونه وردي. Composed of aggregated intermediate filaments of hepatocytes from an individual with a chronic alcohol abuse. Also not the intracellular fat accumulation اللي هو الاسترix associated with acute alcohol intake اللي هي هسه عندي وصفناها. يعني glycogen storage disease يعني لما ينخزن الأمراض اللي تتسبب بسبب glycogen storage. There is genetically determined detect and certain enzymes concerned with glycogen metabolism. Glycogen سواء عندي normal or إنه abnormal cannot be metabolized. الجلايكوجين سواء كان normal or abnormal ما يصير بي metabolized. This lead to massive accumulation of glycogen within the cell with subsequent cell injury. يعني هسه ليش حيتجمع الجلايكوجين سواء كان normal or abnormal؟ لأنه الجلايكوجين ما راح يصير بي metabolized، can not be metabolized، لذلك هذا راح يقود إلى أن يصير بي accumulation. Okay, within the cell accumulation of complex lipid and carbohydrate. هذا accumulation عبارة عن complex يتكون من الليبيد زائد carbohydrate، اثنينهم سوا يعني lipid زائد carbohydrate. These accumulation principally within the reticuloendothelial cell. وين يصير؟ بالreticuloendothelial cell. Reticuloendothelial cell. For example, include mucopolysaccharidoses and others. The abnormal metabolites in the above storage disease overflow into the blood to be taken up by the reticuloendothelial cell. These cells become distant with forming cytoplasm. There is often massive hepatomegaly. شنو يصير عندي؟ هيباتوميغالي. اوكي هسه اتفقنا. الاكيوميليشن اكو بعض الاحيان يصير عندي بسبب الكومبلكس اوف ليبيد اند كربوهيدرات اللي يتراكم بالخليه. هو مركب متكون من ليبيد وكربوهيدرات. اللي مطلوب مني أعرف وين ينخزن؟ بالreticuloendothelial cell. accumulate principally within the reticuloendothelial cell. زين الإكزامبل include شنو عندي؟ immunocopolysaccharidoses. مثال immunocopolysaccharidoses. يعني saccharide هذا عبارة عن carbohydrate. ميوكوبولي هو عبارة عن ليبيد، فاجتمعوا اثنين هم ميوكوبولي ساكرايدوزيز سوى الكومبلكس ليبيد اند كربوهيدرات. وين يتجمع او ينخزن او يتراكم؟ بالريتيكولو اندوثيليال سيل. فهسه اذا مطلوب مني مثال على الاكيوميليشن اوف كومبلكس ليبيد اند كربوهيدرات، شنو هو المثال؟ المثال هو ميوكوبوليساكرايدوزيز اللي هو عبارة عن ليبيد زائد كربوهيدرات. ميوكوبوليساكرايدوزيز زين وين ينخزن؟ ينخزن بالريتيكولو اندوثيليال سيل. تمام. البيجمنت هسه كملنا النورمال والابنورمال والبيجمنت. البيجمنت اللي هي الكالارد ماتيريال اور كالارد سابستانس
either exogenous or endogenous, خارج الخلية داخل الخلية. Endogenous either normal constituents of the body. For example, الميلانين هسه عندي صبغة طبيعية بالجسم اللي هي endogenous صبغة الميلانين. ماشي هاي اللي تعطيني لون البشرة، لون العين، لون الشعر. Or abnormal that accumulate under certain station. ماشي normal مثل عندي ميلانين، والabnormal اللي تتراكم under certain situation مو station. هذا endogenous. Exogenous pigment is carbon اللي هو coal dust، يعني هذا الكربون يجيني من مصدر خارجي. هسه exogenous مصدر خارجي، endogenous مصدر داخلي. فهسه مثال على الإكزوجينيوس كاربون. من يجيني الكاربون؟ when this is inhaled. تمام. is picked up by macrophage within the alveoli then transported via lymphatics to a regional lymph node in the hilla of the lung. للهلام of the lung راح يسوي accumulation of this carbon pigment causes a black discoloration of a lung tissue. يعني إذا أسوي فحص للنج راح أشوفه black in color، اللون مالته black in color. black discoloration of lung tissue. هسه مثلا هذول الناس اللي يشتغلون بمصانع بمناجم الفحم، الكارب لما يتنفسوا هاي الكربون حيدخل للألفيولاي. أوكي، بعدين وين راح ينتقل؟ عن طريق الليمفاتيك to regional lymph node. ماشي، أول شي من الألفيولاي لما يتنفس، بعدين عن طريق الليمفاتيك to regional lymph node بالهلا of the lung. بالهلام of the lung هسه ألفيولاي عن طريق الليمفاتيك راح للليمف نود بالهلا of the lung. بعدين هذا الكربون بيجمنت راح يتجمع بالتيشو اوف ذا لانج، وشنو يصبح اللون مالته؟ يعني يصبح ديسكلوريشن لللانج تيشو. اكونديشنال هاي الكونديشن شنو اسمه؟ اسمه انثراكوسز ان كولمينرز انثراكوسز and in those living in heavily polluted atmosphere a deposition may be very marked and associated with fibrosis and emphysema. local worker pneumoconiosis يعني الأشخاص اللي يعيشون بمناطق تكون heavily polluted atmosphere يعني ملوثة هاي، أو مثلا أشخاص اللي يشتغلون بمناطق هي طبيعة العمل مالتهم هيجي. زين شنو أسوي؟ ها أريد أكتب إنه شلون يدخل الكربون. شلون يدخل الكربون؟ أول شيء عن طريق التنفس طبعا نعرفه، راح يدخل للألفيولاي، يوصل إلى الألفيولاي. بعدين من الألفيولاي through lymphatic or via lymphatic وين يروح؟ للريجينال lymph node. lymphatic to regional lymph nodes when in the hilla of the lung. وبعدين راح يصير بي discoloration. يعني اللانج راح يصير black in color. اللانج ماشي. نجي على التاتوينج.
is a form of هم يعني exogenous pigmentation of the skin لأنه مصدر خارجي. The pigment in collated is taken up by dermal microphage. حسنا نتعرف عليه. البيجمنت تقسم إلى exogenous و endogenous. الexogenous اللي هو الأنثروكوسس اللي هو هذا الكربون كاربون ماشي. وعندي التاتوينج. بينما الاندوجينيوس اتش بي درايفد مشتقات الهيموغلوبين والنان اتش بي درايفد. الاتش بي درايفد مثل عندي الالي الايرون البيلروبين وغير مشتقات الهيموغلوبين عندي الميلانين واللايبوفيوزين. اوكي هاي مهمه انه شنو هي المصادر الملونات البيجمنتس اللي هي تكون خارجيه exogenous من خارج الخلية. تجي عند الكربون اللي هو الأنثروكوسس الأنثروكوسس اللي هو الكربون والتاتوينج هذا خارج الخلية ويجي يدخل. عندي الإندوجينيوس راح يقسم إلى قسمين HB derived ونون HB derived يعني مشتقات الهيموغلوبين وغير مشتقات الهيموغلوبين. من المشتقات مالته عندي الايرن والبيلروبين. اصلا الايرن هو اللي يعطي اللون للبلاد هو وين موجود على الار بي سي هو اللي تنطي. النان اتش بي درايفد عندي الميلانين تمام نعرفه هاي اللي تعطي اللون وكذا واللايبوفيوزين. عندي لانكل وركر نيمو كونويزز نيمو كونويزز يعني شنو عندي صار بيها بلاكين كالر. اوكي انثروكوتيك بيجمنت ان سمال كوانتيتيز هاي موجودة بسمال كوانتيتيز على يعني كميات صغيرة سمال كوانتيتيز doesn't lead to fibrosis يعني إذا small quantities ما تؤدي إلى الفايبروسس but in massive amounts as in plaque lung disease in cold manners it's the associated with excessive collagenous fibrosis that is impregnated with the black pigment. يعني هسه بالبداية إذا تكون بسمال كوانتيتيز ما راح تسوي فايبروسس باللانج ما راح تسوي فايبروسس تشو باللانج لكن إذا كانت بهاي أمون طبعا راح تسوي بيها فايبروسس تشو راح تكون بلاكين كيلر. أوكي اللي هو الأرثنوكويسز راح يسوي عندي أنثروكويسز راح يصير عندي أنثروكويسز. اوكي هذا عندي سكين تاتو شلون هسه هذا مو حيرسم وين حتنزل الجزيئات مالته حتنزل الى داخل السكين. هير از هسه هذا اللي على الليفت هير از تاتو تاتوينج از براكتس that is thousands of years old pigment and tattoo is transferred to the derm with the needle. يوصل حد الديرم مالت السكين ماشي وين توصل إذا they يسألنا الديرم رائب الديرم للديرم of the skin بواسطة النيدلز وهذا يبقى سنوات. This is the microscopic appearance of tattoo pigment هذا اللي على الرايت هذا أشوفه grossly من برا يبين الشكل هذا أشوفه بواسطة الميكروسكوب أخذ جزء من التيشيرت راح أشوفه اللي يكون هذا لونه بلاك هذا شنو لونه بلاك هذا البيجمنت مالت التاتو داخل ديب بالسكن وطالع لي تاتو بيجمنت بلاك in the derms وين موجود أيضا موجود بالديرمز derms of the skin هذا اللي موجود هذا اللي هو black in color تمام
هذا البيجمنت تاتو بيجمنت داخل الديرمز او ذا سكن. Note that this pigment is well within the derm and therefore difficult to remove. اكو بعضها تدخل للديرم للديرم يعني ومن الصعوبة difficult to remove. زين الاندوجينيوس اندوجينيوس بيجمنت الاندوجينيوس بيجمنت يعني من داخل الخلية اللي هي وتكون من اللي هي ال HB derivative أو non HB derivative. ال derivative من ال HB مثل عندي ال iron والبيلروبين. non HB derivative مثل من عندي مثل عندي الميلانين والليبوفيسين ليبوفيوسين ليبوفيوسين هذا non HB derivative. endogenous pigment lipofuscin هذا non HB derivative melanin non HB derivative وعندي derivative of hemoglobin اللي هو iron و bilirubin bilirubin تمام. الليبوفيوزين اللي هو الليبوكروم بيجمنت هذا راح يكون non HB derivative. This is a yellow brown fuscous brown. شلون يكون شكله yellow brown؟ اللون مالته جوزي yellow brown. تمام. يكون انت cytoplasmic pigment من الداخلية endogenous which is seen in cell and undergoing slow atrophy. من يصير بها atrophy يعني hypovolemia انه تقلب الحجم shrinking particularly prominent in the cell of the liver and heart of the elderly. مثال عليها منو prominent in the cell of liver عند الهارت بالالدرلي. شنو يصير بها؟ مو يصير بها برون اتروفي اوف ذا هارت، مو عندي يصغر بالحجم يصير يصير اتروفي بي يعني شرينكينج ويصير لونه جوزي براون. هذا الاول بالالدرلي اللي هو برون اتروفي اوف ذا هارت. الثاني بيشنت وذ سيفير مالنيوتريشن اند كانسر كاسيجيا. اوكي اللي عندهم مالنيوتريشن يعني سوء تغذيه سيفير مالنيوتريشن. زين lipofuscin pigment خربان lipofuscin هو endogenous و non HB derivative. هو عبارة عن brown pigment موجود بالcytoplasm of the cell represents residue of oxidized lipid derived from digested membrane of organelles. meningogeny أو من مشتق من الأسهام والأورجانيلز الموجودة بالخلية. شنو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها أوكسيديشن للليبيد اللي مشتقة من الممبرينز مالت الأورجانيلز. الأورجانيلز بيها ممبرين نعرفه هذا الممبرين بيه ليبيد هم نعرفه. هذا الليبيد شنو راح يصير له؟ يصير له أوكسيديشن. شنو يعطيني؟ ليبوفيوزين اللي لونه براون يلو براون. سكيلد وير اند تير شنو اسمه؟ wear and tear wear and tear pigments accumulate as part of the aging process and atrophy. الaging الشيخوخة والatrophy لما يصير shrinking within the any organ in which lipid pro-oxidation take part in it. It's harmless to the cell. ليش؟ لأنه طبيعي من الشخص يكبر بالعمر مثلا عندنا الليفر الهارت يصير بشرنكينج حاصر هذا العضو براون فهو هارمليس من بيئة أذية للسيال. large amounts in a trophic organ gives rise to brown atrophy for example brown atrophy of the heart. يعني لمن يكون شنو يكون لمن يكون بهاي amount of or large amounts بالاتروفيك اورجان يعني هسه مثلا الهارت يبقى صار بي اتروفي
وده يزيد عندي، يصير عندي large amount من الليبوفيوزين. إذن هذا شنو صار عندي؟ صار عندي brown atrophy of the heart، brown يعني لونه جوزي، atrophy إنه صغير بالحجم صار بي shrinking. زين عند الميلانين هذا هم endogenous وهو non HB derivative. This is an endogenous non-hemoglobin derived brown black pigment. لون مالته brown black pigment، وبالنسبة للملاس black، يعني ليش سمينا black؟ brown black pigment. This skin pigment is produced by the oxidation of tyrosine through the help of enzyme tyrosinase within melanocyte. يعني هسه إذا يسألني الليبوفيوزين منين جاي والميلانين منين جاي، الليبوفيوزين هسه مو عندي الليبيد، oxidation of lipid، oxidation مالت الليبيد وين؟ in the membrane of the organelles. شنو راح ينطيني؟ لايبو فيوزين، لايبو فيوزين. بينما الميلانين بالميلانوسايت من عملية الأكسيديشن أوف تايروسين، واللي يساعده الإنزيم اللي هو تايروسينيز، فهذا همينه أكسيديشن of tyrosine. شو راح ينطيني؟ ميلانين بمساعدة الانزيم تايروسينيز. within melanocyte. عرفنا هسه الميلانين من اجانا والليبوفيوزين من اجانا والاثنين هم نان هيموغلوبين ديرايفيتيف. هذا وين؟ هذا بالهارت. شلون عرفته؟ من شكل الألياف أو التفرعات. هسا هذا من هو؟ لايبوفيوزين جرانيول إن كاردييك مايوسايت. هذا لايبوفيوزين، لايبوفيوزين، لايبوفيوزين. شلون يكون شكله أو اللون مالته؟ يلو براون إن كلر، وموجود إنتراسايتوبلازم. إنتراسايتوبلازم يكون هو إندوجينيوس. هسا هذا أوصفه شنو هو؟ لايبوفيوزين اسمه بيجمنت. اللون مالته يلو براون ان كلر، وين موجود؟ within the cytoplasm near the nucleus which is seen in cell undergoing slow atrophy particularly prominent in the cell of the liver and heart of elderly. مثلا عندي براون اتروفي of the heart. خلي أوصف هسا هذا اللون مالته يلو براون يلو
in color. زين. Yellow brown in color. بعد شنو عندي؟ وين موجود؟ موجود within the cytoplasm. بالقرب من النواة. Near the nucleus. نكتبه أو ما نكتبه؟ أوكي. وين موجود؟ بالسيتوبلازم مالت يا خلايا. ممكن عندي يكون ليفر، ممكن عندي يكون هارت. لذلك ليفر اور هارت. مثال براون هارت، براون اتروفي اوف هارت، اور براون هارت اتروفي. براون اتروفي of the heart. ماشي، هوش كلام. يعني ان هذا يصير عندي او يزيد بالكبار بالعمر بالالدرلي. ليش؟ لانه الليفر والهارت حيتجمع بي يصير بي اتروف، يعني يصير بي شرنكينج ويصير لانا براون. هذا هم نفس الشيء لايبوفيوزين جرانيولز ان كاردياك مايوسايت. هذا بالنسبة لايت، هذا الالكترون مايكروسكوب. اي هذا اي لايت مايكروسكوب. ليبوسايت انديكيت باي ارو. عندي هذا الليبوفيوزين او صفه يلوش اور يلو براون ان كلر، موجود within the cytoplasm of the شو اسمه الكاردياك مسل. كاردياك مسل سيل موجوده. تمام، بيا حاله يصير عندي بالالدرلي بالبراون اتروفي اوف ذا هارت. بينما هذا بالالكترون مايكروسكوب. ليبوفيوزين جرانيولز ان كاردياك مايوسايت از شون باي الكترون هاي. عندي لو باور ماجنيفيكيشن، يعني الماجنيفيكيشن تكون قليله. هذا اي نوت ذا برينيولوكلير انترالاسوسومال لوكيشن. الهاي باور ماجنيفيكيشن the electron dense bodies are composed of lipid protein complex. بعد عدني البيجمنتد نيفي. These are bending navy small brown. الشكل مالته تكون small brown. Flat to slightly raised navy are quite common. يعني تكون اما flat او انه مرتفعة شوية اللي هي الكمان. They are usually less than a centimeter in diameter. الحجم مالتها او يعني الدايميتر less than centimeter، اقل من سنتيمتر. اوكي. The venous cell are seen here in nests within the lower epiderm. They show fresh melanin pigmentae. شوف اللون مالته بروش ميلانين بيجمنت. زين ال اتش بي ديرايفيتيف اللي هو عندي الايرون وعندي اللايبو البيلروبين. الايرون البيلروبين الهيموسيدرين البيلروبين الهيموسيدرين. This is the hemoglobin derived. شلونه؟ golden yellow to brown. Golden yellow to brown granule. Excess iron in the body causes hemosiderin to accumulate within the cell. When it was within the cell. Excess deposition of hemosiderin is termed hemosiderosis. Hemosiderosis. يعني انه بالحالة الطبيعي hemosiderin هو اسمه، لكن من يتراكم يصير بي accumulation term hemosiderosis. Hemosiderosis is either localized or systemic. يعني يكون اما بموقع معين او يكون systemic كجهازي. Generalized localized hemosiderosis results from local hemorrhage. من يجيني من فد نزيف معين بفد منطقة معينة. The common prize pulmonary or cerebral hemorrhage. هذا local localized.
إذا أجي على systemic hemosiderosis systemic، هسه هذا عرفنا localized، أم عندي local hemorrhage، الكمان price pulmonary cerebral hemorrhage. أوكي، هذا شنو يسبب لي localized، بينما systemic occur whenever there is systemic iron overload. الايرون حيصير له overload أو إنه accumulation أو إنه يتجمع systemically، يعني على أساس system. Here the deposition is seen in many organ and tissue such as liver, pancreas. endocrine gland يعني أشوفه فد أكثر من organ مثل عندي liver, pancreas, endocrine gland. okay this associated with increase absorption of iron. ليش يصير زيادة أو ليش يصير accumulation بالiron؟ مثلا عندي increase absorption of the iron أو بسبب الهيمولايتيك أنيميا. هو هسه بالحالة الطبيعية والموجود الiron within the RBC بالهيموغلوبين، لما يصير هيمولايتيك أنيميا انه يتحلل البلاد حيصير زياده بالايرن، يعني راح يصير زياده بالابزوربشن اوف الايرن. اكسيز بلاد ترانسفيوجن، يزيد عندي البلاد فيزيد ايضا الحديد الايرن. 1 بنت اوف وول بلاد 150 مل كونتين 225 ملي جرام اوف ايرن، كل 150 مل يحتوي 225 ملي جرام اوف ايرن. اوكي، فهسه هاي الاسباب اللي تزيد لي الاكيوميليشن اوف ذا ايرن، انه هو زيادة الابزوربشن اوف ذا ايرون، او عندي هيمولايتيك انيميا كل ما يتحلل الدم اكثر كل ما يزيد عندي الايرون، او عندي اكسس بلاد ترانسفيوجن. هذا الهيموسايدرين جرانيول الليفر سيل. هذا اتش اي سكشن شان جولدن براون فاير جرانيول بيجمنت. هذا اوكي، هذا كله تمام. اللون مالته golden brown، golden brown. عندي هذا depression blue reaction specific for iron تمام. هذا locally. بالنسبة للsystemic، in systemic hemosiderosis، systemic hemosiderosis اللي مثلا انه اتفقنا انه يشمل اكثر من اورجان، مثلا عندي ليفر، بنكرياس، اندوكراين جلاند. هيموسايدرين اكيوميليت فرس within the reticulo endothelial cell of various organ and tissue. بالبداية فرس للهيموسايدرين وين يتجمع؟ يتجمع بالreticulo endothelial cell بمختلف التشو of the organ، مختلف التشو and the organ. ماشي، هسه بالبداية وين يتجمع الهيموسايدرين؟ يتجمع بالارتيكولو اندوثيليو سيل مختلف التشو والأورغانز. with progression accumulation it's seen in the parenchymal cell principle of the liver. بالبداية أول شيء وين نشوفه؟ بالبارانكايمال سيل of the liver، pancreas، heart، endocrine gland. هاي مهمة جدا. بالبداية وين نشوف؟ بالبارانكايمال سيل within the liver. liver، pancreas، heart and endocrine organ. and most sadness is the accumulated hemosiderin doesn't damage the parenchymal cell. accumulated hemosiderin doesn't damage يعني هو مو يجمع بيها لكن ما يسوي له دامج. الهيموسايدرين يجمع بالبارنكايمال سيل لكن شنو؟ ما يسوي له دامج. however in the more extreme accumulation اللي هو الهيموكروماتوسيس there are associated liver and pancreatic damage resulting in the liver cirrhosis and diabetes mellitus. هسه بالبداية لم بالفراستي وين يتجمع؟ يتجمع الهيموسايدرين بالبارنكايمال سيل liver، pancreas، heart، endocrine gland. اوكي، بالبداية لما يتجمع بالبارنكايمال سيل هذا الهيمو
الهيموسايدرين ما راح يسوي دامج للبرونكاسل، لكن بعده راح يسوي عندي دامج للليفر، راح يسوي لي سيروسس، ويسوي دامج للبنكرياس، راح يسوي لي دايابيتس ميليتس. هذا هسه بالنسبة عندي هيموكروماتوسيس ليفر بنكرياس اند ليمف نود. هسه هذا بالنسبة للليفر، هذا راح يكون ابنورمال دارك براون كلر ليفر. اول شيء نجي على اللون مالته، هل هذا اللون مالته طبيعي؟ لا، راح يكون دارك براون كلر، dark brown color of the liver as well as pancreas potent center and lymph node bottom right. okay، هذا عندي وهذا عندي. on suctioning is due to extensive iron deposition in middle aged man with heredity hemochromatosis. hemochromatosis about عند تقريبا من 1 إلى 10%، من 1 إلى 10 أشخاص بالأوروبيين. ancestry carriers carries the recessive gene for this disorder. تقريبا كل عدد من 1 إلى 10 حيحملون هذا الجين من هذا الديسوردر، but only من 3 إلى 5% للألف ينصابون، من 1 إلى 10 حيحملون carriers نسميهم لهذا الجين، من 3 إلى 5 بالألف من كل ألف واحد يظهر لي 1 إلى 5 3 إلى 5 affected يتأثرون. زين البيلروبين، كملنا من الأيرون هسه نجي على البيلروبين. This is a normal major pigment of bile when موجود في bile duct within the liver. هذا شنو يكون؟ normal and major pigment of the bile which is derived from hemoglobin. وهم نعرف about containing no iron، مشتق من الهيموغلوبين لكن ما يحتوي على الايرون. The conversion to bile occur with hepatocyte. هذا انت يصير عندي مثلا يزيد الاكيوميليشن مالته، حيصير عندي حتى العيون يصير لونه أصفر بالجاندس، خصوصا بالبيبيز. الجاندس result from excess bilirubin pigment that is distributed throughout all tissue and body fluid. قلنا حتى العين يصير لونه أصفر، البشرة يكون كل بيل بصورة عامة، لأنه هذا بالجاندس يصير عندي زيادة، يعني صار عندي accumulation of bilirubin بكل التيشوز بكل الفلويد. زين بالليفر particularly when there is obstruction to the bile of flow لما تنسد البيل داكت تنسد. الكمان by stone tumor or biliary atresia. أول سبب كمان للجاندس هو obstruction of bile flow. obstruction of bile flow تنسد بواسطة stone، بواسطة tumor، بواسطة atresia biliary atresia. and bilirubin is seen within the bile canaliculi. تمام، هو بالعادة ما نشوفه البال كانيكي، لكن تنسد الباب بواسطة تيومر ستون اتريجيا، ولذلك حنشوفه بالكنالكيولي. كابفر سيلز and hepatocyte as green brown globular deposit. this imparts greenish color to the liver grossly. هسه هذا الليفر، هذا نورمال نعرفه، هذا الفاتي تشينج متجمع بي للترايجليسرايد، صار بي انلارجمنت وصار بي يلوش ان كلر. هذا الهيموكروماتوسيس متجمع بي شنو هو؟ الهيموسيدرين اكيوميليشن اوف هيموسيدرين صار لونه براون دارك براون. هذا البيلاري اوبستراكشن صار لونه اصلا جرين، يعني حتى وانه يبين اسود اوكي صار لونه دارك جرين ان كلر، لانه بايلاري اوبستراكشن هذا بالجاندس حتنسد البايلاري داكت بواسطه تيومر بواسطه ستون
بواسطة دي بيلاري أتريجيا، فشنو يصير accumulation of bilirubin، وحيزيد بالفلويد مالت الجسم كله، بالتشو مالت الجسم كله. تمام، حتوقف لهنايا.